السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون عن عملية توضيحية بسيطة جدا ممكن تفيد أغلب الباحثين، أنه أنا بإنشاء تيبل اللاند أو سويل ماب، خاصة إذا كانت التراب اللي خاصة منطقة دراستك تراب كثيرة. يعني هنا أنا مجرد أنه توضيح إلها، يعني مو مثلا منطقة الدراسة قليلة أو مثلا أنواع التراب المتواجدة قليلة، لا، أنواع التراب المتواجدة كثيرة جدا. فش تسوي انت حتى احنا شو نحتاج باللوك اب تيبل؟ احنا شارحته سابقا اني هاو تو بريبير سويل ماب اند لوك اب تيبل فور ارك سوات، حتى نحتاجه بالهيدرولوجيك ريسبونس يونت. فهسه اذا نفتح اني هذا الملف باللوك اب تيبل الخاص بالسويل، احتاج اثنين، احتاج الفاليو واحتاج النيم، صح لو مو صح؟ فاذا اقعد اكتب وحده وحده وممكن مثلا التراب مالتي يتجاوز 40 عدد فراح تصير هواي. فاليوم راح اعلمكم طريقه كلش سهله وبسيطه تساعدكم. تروح على الارك ماب اللي بيه السويل مالتك اللي انت راح تشتغل عليها، تدخل من هذا الخيار تقول له اوبن اتريبيوت تيبل، تروح على التيبل هذا تصدره تقول له اكسبورت، فراح يتصدر. العفو، هذا اكسبورت، تصدره. من تصدره تختار مكان للتصدير، مثلا تقول له بالديسكتوب، يعني لا على التعيين، هسه بالديسكتوب انا راح اصدره هنا أنا. فانطي اسم وانطي شنو التيب اللي راح يتصدر بي، تكست فايل، انطيته تكست فايل، اقول له سيف، نعم اسيفه بهذا الاسم، راح انه هو تلقائيا سوى لي هسه نو تصدر لي هنا أنا. اروح ابحث عنه بالمكان اللي انا صدرته به، هذا يمكن هو موجود اكسبورت تيبل، هذا موجود او لا، يمكن هو بصيغه تكست، عفوا الاكسبورت تيبل هنا عدنا الملفات موجوده على سطح المكتب بكثره، هذا يمكن، اي نعم هذا. احنا ايش نحتاج؟ مثل ما قلنا نحتاج الفاليو ونحتاج النيم. تروح على الاكسبورت تيبل، ايش تحذف من عنده حتى يكون واضح؟ تحذف من عند ال FDI، هذا الصدر الأول كله حذفه، سمي بس الفاليو والنيم، انطي فقط فاليو ونيم، فقط فاليو ونيم انطي من هنا، يعني أو أنت تكتبهن، يعني أنا مجرد للسرعة راح آخذهن من ناكوبي وأخليهن هناك، تقدر تكتبهن أنت، حتى أنا أنشئ اللوك أب تيبل للترب لما تكون عدد المساحة يعني نسجة التربة اللي هي منطقة الدراسة كثيرة. فانت ايش تحتاج؟ تحتاج فاليو نيم. الفاليو يمثل لك ارقام التربه اللي هي مثلا 3000 3309 3137، فاول رقم كله حذفه، هذا منها كله حذفه، امشي على عنصر عنصر راح يسهل لك هذا الامر، وممكن انت خلال دقائق تخلص من اللوك اب تيبل الخاص بالسويل. وقلت هذا ينفع اللي تكون منطقه دراسه تحتوي على نسيج تربه مختلف لعدد من المضلعات، البوليجون مال نسيج التربة يكون مختلف. لاحظ هسه هنا هذا نسيج التربة، خلي نخفي هذا، خلي اروح بروبرتيز هنا سيمبولوجي. هسه اذا قلت له اني بين لي مثلا على اساس الاسنين مالته اد يعني الفاليو، شوف لاحظ نسيج التربة بكل منطقة ملونها لك، يقول لك انه هنا النسيج يختلف عن هذا النسيج، هذا النسيج يختلف عن هذا، لكن فقط مثل هذا يشابه هذا، او هاي باللون البنفسجي يشابه هذا اللي لهم نفس اللون، بس لاحظ نسيج التربه تشوف انه بانه الكميه او العدد مالته هواي، فمو مثلا نسيج واحد او اثنين او ثلاثه فبسهوله تسوي التيبل. فهاي الطريقه كلش راح تسهل عليك وتسرع عليك العمليه. فتروح تحذف الارقام الموجوده منها رقم رقم مثل ما قلنا، نجي نفتح هذا نحذف هذا منها كله لكل وحده، نحذف نبقى فقط رقم السويل هذا، وكذلك الى ان نستمر للاخير هذا. زين، انا الرقم هذا ناقصه فقط بعد شارحه والرقم نفسه، فحتى اتاكد شو اسوي؟ اخذ هذا الرقم اللي مثلا هسه انا اول رقم عندي، فقط هذا الرقم احتاجه، مثلا الرقم الاول شنو؟ 3191، اروح افتح الارك سوات، افتح الارك سوات من هنا من السي، هذا السي، افتح السوات، اروح على الارك سوات، اروح على الداتا بيس، اختار السوات 2012، اروح على اليوزر سويل،
هذا انفتح عندي هنا الارك سوات. تمام عيني؟ انا بدلت بديش المحاضره تعلمنا شلون نبدل بين الارك سوات والام دبليو سوات، واللي ما يعرف شلون نبدل وهاي المعلومات يراجع المحاضره الخاصه ضمن سلسله الارك سوات اللي هي هاو تو بريبير اللوك اب تيبل اند الماب فور سويل داتابيس. اروح اسلك هذا، اختار كل الارقام، اختار له فلتر، اقول له تكست ايكوال تو. هسه انا لمن اريد الرقم شقد هو عندي 3191، فابحث اقول له 3191. اوكي انطاني اياها، يقول لي هذا نسيج التربه. اتاكد انت من عنده، مجرد تشيك هذا ويا هذا اكو فد اختلاف بسيط لو نفسه، اذا نفسه نقص فقط الرقم. هسه نلاحظ احنا نفسه هذا، اي نعم فقط الرقم نقص. فهسه شو نسوي؟ نضيف الشارحه ونكتب نفس الرقم الموجود هنا 3191. انتقل للرقم الثاني 3309، اي روح ايضا اسلك هنا، اختار فلتر، بعدين اقول له تكست فلتر ايكوال تو 3309 3309، انطي اوكي. اعطاني اياها، اروح اشوف اللي اني مختاره، بس مجرد خلي الغيكم هذا حتى نكون واضحه اقرب. هاي دن نروح نلاحظ انه 3309 هو اكس كي، اكو اختلاف؟ لا نفسه فقط نقص الرقم. اذا اكو اختلاف تاخذ هذا، مرات الاختلاف يجي على شكل شارحه. هسه نجي نوضحها مثلا شلون. هنا نكتب هذا الثاني، ننزل شارحه نكتب 3309 مثلا، خلينا ناخذ هذا الرقم، هذا خلينا نحذف به اللي هو 3371. قلنا نحذف هذا كله احنا ما نحتاجه الى ان نوصل هذا الرقم. اوكي خلي اصغرها لكم حتى تكون واضحه. شنو الرقم؟ يقرا 3137. اروح هنا اسوي سيلكت فلتر تكست فلتر 3100، بس اتاكد من الرقم العفو، 3137 137 اختاريته. لاحظ هسه، لاحظ مجرد الان خلي اسحب لك هذا بمكان حتى تلاحظ، لاحظ الرقم جي سي نفسه 36 36، فشارحه 2 2. الرقم اللي موجود بالاتربيوت وصدرته يحط شارحه عموديه 3 اي، بينما هنا شقد 2 اي. اروح اغير هذا الرقم احط شارحه 2 اي، صار يشبهه. خلاص بس اكمل اضيف الشارحه واضيف الرقم اللي هو يشمل الرقم يعني التربه، مثل ما نقول الاس نيم للتربه 3137، وهكذا الا انه تكمل انت كل الاتربيوت تيبل. وارجع واقول هاي الطريقه تخدم اللي يكون عندهم النسيج التربه او السويل تكستشر الخاص بمنطقه الدراسه، يتضمن انواع عديده جدا، يعني مو نوع او نوعين حتى بسهوله واحد ينشئ. فهذا الطريقه كلش راح تفيدكم. اتمنى اكون فدتكم بهاي المحاضره، ان شاء الله التقيكم بمحاضرات قادمه. دمتم بامان الله وحفظه.